مرحبا بكم. يواجه النادي الافريقي اليوم مضيف لوبيتو اكاديميك الانغولي انطلاقا من 5 مساء لحساب الجوله الثانيه من دور مجموعات كاس الكونفدراليه الافريقيه. تعرف في هذا الفيديو على النقل التلفزي للمباراه. استضيف ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنغولية لواندا المواجهة المرتقبة بين الإفريقي وأكاديميكا لوبيتو. وعن القنوات الناقلة لهذه المباراة اليوم، تنقل أحداث المباراة في الوطن العربي قنوات بين سبورتس، وهي الناقل الحصري لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مباراة أكاديميكا لوبيتو ضد النادي الإفريقي اليوم منقولة على قناة بين سبورت 8. وإليكم متابعين الكرام تردد القناة.